صباح الخير، واليوم 4 تموز 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم بتفكر بخطوة مهنية ترفع من مستواك المالي بشكل ملموس، وخصوصا أنه النتائج المتوقعة بالنسبة لك تبدو واعدة جدا فيما لو اجتهدت على إتمامها بسرية تامة. عاطفيا من الضروري التروي بعملية رفع الكلفة الكلامية المرتبطة بخصوصية علاقتك مع الشريك، وخصوصا أنه الأجواء الحالية بيناتكم تبدو حساسة جدا عند الطرفين. مولود برج الثور تبدو جاهز للدخول بخدمة مهنية جديدة بغض النظر عن الهوية المرتبطة فيها، باعتبارها خطوة مهمة لزيادة رصيدك المالي، بالإضافة لقرار بالسفر يبدو أنه قابل للتنفيذ. عاطفيا قدامك طريق طويل لاستعادة الثقة بالعلاقة مع الشريك قبل التفكير بإعادة ترتيب ظروف المرحلة القادمة يلي ممكن أنها تفيدك بتقريب وجهات النظر ما بينك وبينه عن جديد. مولود الجوزاء رح تتجاوز مرحلة انتظار الترقية الموعود فيها، ورح تبدأ بالتخطيط لمرحلة نتيجتها أسرع حسب وجهة نظرك بقراءة الواقع المرتبط بالخطوة القادمة. عاطفيا أسلوبك المريح بطريقة التعاطي مع الشريك رح يسهل عليك عملية تحقيق المشهد المطلوب، حتى لو كانت النتيجة ما بتحمل معها أي تفصيل جديد بالنسبة لك. مولود برج السرطان، إشارات تطمينية بتحمل معها فرص التوصل لتوافق مالي جديد، بالإضافة لبعض الترتيبات العائلية المطلوب منك إنجازها ومتابعتها فعليا. عاطفيا دوامة الشكل مسيطرة على نمط علاقتك مع الشريك، ما بتشبه طموحاتك العاطفية بتحقيق الاستقرار الفعلي يلي أصبح من ضمن أولوياتك الحياتية. مولود الأسد، رح تحافظ على الوضع القائم مع محيط عملك الحالي، ورح تتجنب بذات الوقت عملية الدخول بأي معركة مهنية جديدة مع البعض من الزملاء مهما كان حجم الكيديات القائمة بيناتكم. عاطفيا أصبحت ظروفك الحياتية ما بتتناغم إطلاقا مع تصورات الشريك ولا مع محاولاتك لإعادة التوازن العاطفي يلي كان موجود بيناتكم بالسابق. مولود العذراء، من المنطقي بالنسبة لك مراقبة وضعك المالي والتركيز على تعديل شروطك المهنية مع الجهة يلي عم تشتغل معها بالوقت الحالي، بالإضافة لمشروع السفر عم بدور براسك. عاطفيا تبدو متمسك بضرورة عدم الاقتراب من الخطوط الحمراء يلي بتمس تفاصيل علاقتك مع الشريك بهذا الوقت الحساس جدا عند الطرفين. مولود الميزان، من الضروري بالنسبة لك التركيز على الفرص المشتركة بدل من التفكير بالأهداف الفردية، طالما قدراتك المالية ما زالت غير كافية للبدء بتفعيل هيدي الإجراءات لوحدك. عاطفيا رح تتبنى قرارات عاطفية سبق أنك اعتمدت عليها فعليا بتقريب وجهات النظر ما بينك وبين الشريك، باعتبارها خطوة غير مباشرة باتجاه ظروف أفضل. مولود العقرب، عم تشعر بأنه الخطوة اللي تم تنفيذها مؤخرا ما كانت لصالحك أبدا، ولكنك مجبر على مسيرة الأجواء لبينما تتمكن من تغيير المعادلة لمصلحتك بأقرب فرصة. عاطفيا ما زالت التراكمات السابقة عم تتحكم بنمط علاقتك مع الشريك، ومن إمكانية التوافق على صفحة جديدة بتجمعكم سوا بشكل أفضل. مولود القوس، عم تتحضر للانفصال الفعلي عن محيط عملك الحالي باتجاه خطوة بديلة قد تكون نتائجها عكسية تماما عن المتوقع ما لم يتم احتواء خطواتك فيها بالشكل اللازم. عاطفيا لا تبدو معركتك العاطفية مع الشريك انتهت كليا بالوقت يلي أصبحت متأكد فعليا من حقيقة هيدا الأمر، ومع ذلك لا يبدو أنك رح تترك الأمور معلقة بدون حسم نهائي. مولود الجدي، عم تسعى لتشكيل واقع مهني محمي من معارك البعض من الزملاء وغيرتهم الواضحة منك، وتبدو إدارتها خاضعة لسلطة أحد المنافسين المقربين من محيطك الحالي. عاطفيا عم تتجنب الاقتراب من ثقافة الفراغ العاطفي على قد ما بتقدر، ورح تجتهد على تفعيل كل طاقاتك السلوكية والروحية في سبيل عودة الأمور لطبيعتها ما بينك وبين الشريك. مولود برج الدلو، تبدو مهتم بعملية تفعيل دورك المهني بشكل أفضل وأقوى بالرغم من عدم ارتياحك لنتائج التغييرات الحالية ونتائج تأثيراتها يلي ممكن أنها تمتد لصلاحياتك المباشرة في العمل. عاطفيا تصرفات الشريك معك بتدل على تعرجات واضحة بعلاقتك معه قد تقضي بإعطائك حق الرد لتحريكها بالشكل يلي بتناسب مع مصلحة الطرفين. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، حجم المتغيرات المهنية رح تخليك بعيد عن الحلول الفعلية اللي ممكن انها تنصفك بتحقيق النتيجة المطلوبة لصالحك، ونصيحتنا لك تترك متابعة الأمر للتوقيت المناسب. عاطفيا رح تواصل متابعة ومراقبة يوميات الشريك من غير ما تتنازل عن اهتمامك بتسريع الحلول
الكل يلي ممكن تفيدك بحسم الأمور نهائيا إما سلبا أو إيجابا. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. تضلكم بألف خير وباي باي.